دلوقتي يعني عملة المهاجم بقت عملة نادرة دلوقتي في الدوري. الأول طبعا بشكر شوقي محمود على التقرير الحلو ده، يمكن هو عاصرني من وانا محمود شوقي وحكيمة وعالم بكل طبعا فريق الاعداد وعلي توحيد يعني كل الناس واحمد رشاد ويسرى طبعا مخرجتنا الجميله في كل فريق العمل يعني بشكرهم طبعا على التقرير والحاجات، عشان ليا حوارات كتيره مع شوقي محمود، فهو عاصرني طبعا وعارف عارفني كويس. يعني عايز اقول لك مشكله الهدافين يا اسامه، وانت عارف طبعا وانت هداف كبير اكيد طبعا ونجم كبير ولعبت في المكان ده وعرفت اساسيات او احتياجات المكان ده. راس الحربه للاسف بقينا بنقيمه دلوقتي راس الحربه اللي جوه ال 18 بس. يعني الناس لو رجعت كده 10 سنين لورا او 15 سنه مثلا هتعرف ان لا، راس الحربه ده مش بس اللي بيسجل اهداف، بيسجل اهداف ويصنع اهداف ويتحرك كويس بره ال 18 وجوه ال 18، واشتغل برجله واشتغل بدماغه واشتغل بفكره كمان. ما بقتش موجوده للاسف في هذا التوقيت. يعني انا زمان مثلا كنا بنلعب انا وانت جنب بعض، انا ببقى جوه البوكس في وقت من الاوقات وانت تحت 18 والعكس في بعض الاوقات. طرق اللعب ممكن بتظلم اختلفت شويه اختلفت كتير قوي وظلمت اجيال كتير وظلمت ناس عندها امكانيات وقدرات ما بتظهرش في التوقيت الحالي. تمام، احنا يعني لما نيجي نتكلم عن الفراوده وليه هم اصبحت او ليه اصبحوا عمله نادره، اولا الفرود لازم يكون عنده شخصيه قوية داخل الملعب، لازم يكون عنده جراءة، لازم يكون عنده ذكاء داخل ال 18، لازم يكون عنده سرعة بديهة داخل ال 18، لازم يبقى عنده حاجات بخلاف موهبته الحقيقية ان هي امتلاكه للكرة وازاي يسيطر عليها وازاي ان هو يتعامل مع زمايله في الملعب، حاجات كتيرة جدا، لكن أنا بكلمك على الجزء العقلي ما له علاقة بالذكاء الفرود داخل الملعب، ازاي يجيب ركلة جزاء زي ما أنت كنت مميز في الحتة دي. لازم المهاجم يكون مختلف عن كل اللعيبه، لان هو ده المان تارجت اللي بتشتغل عليه، هو ده اخر محطه بتوصل لها عشان يسجل الاهداف او عشان خاطر ان هو يترجم كل الجمل التكتيكيه اللي بيشتغل عليها المدير الفني. النهارده الفرق كلها بطريقه اللعب المختلفه 4-2-3-1 بقت تخلي كل المدربين المصريين يلجأوا للعيبه الافارقه ما لهم السرعه والقوه السرعه والقوه. طب فين المهاره؟ مش مهم المهاره، احنا في اوقات كتيره جدا المدربين المصريين ما بيدوروش على حته المهاره في الحته اللي قدام. عشان كده قليل القليل من المهاجمين الافارقه اللي بيسجلوا اهداف كتيره في الدوري المصري. المهم ان انا عايز مميزات ثانيه يعني ممكن ما تكونش بتاعه المكان ده، ممكن تكون بتاعه مكان تاني، بس هو عايز يوظف الحته دي عشان السرعات والهجمات المرتده وكان كره القدم. خد بالك من الحته دي، وكان كره القدم اتخلقت عشان الهجمات المرتده السريعه فقط لا غير. تمام.